سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناتي بفريكونسيس. كيف هي احوالكم احبائي؟ ساوافيكم احبائي في هذا الفيديو بترددات قنوات مهمه جدا. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. اذا احبائي نمر مباشره الى اضافه الترددات. تفضلوا. من القائمه الرئيسيه من نختار التركيب، ثم قائمه بي، ثم نضيف التردد، ثم نضيف التردد 11678، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي في هذا التردد حزمة شرقية. تظهر عليها قناة الأفلام فوكس موفيز وقناة وان موفيز، أفلام أجنبية، أفضل الأفلام الأجنبية الرومانسية، حب أكشن ورومانسية على نايسات، مترجمة للغة العربية بدون فواصل إعلانية مملة. أيضا القناة المطلوبة هذه الأيام، لا أعلم لماذا لكن طلبوها مني كثيرا، قناة سماء الأردن، فعلا رائعة جدا، ترددها 12399، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي في. هذا أحبائي تردد قناة سماء الأردن. أيضا التردد 11137، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي به. هذا التردد ظهرت عليه قناة جديدة لا نعلم محتواها لحد الآن. والتردد 12642، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا التردد أحبائي حزمة عامة، تظهر عليه قناة ويدو موفيز على القمر الصناعي الهوت بيرد. سأوافقكم أحبائي بالجديد في الفيديوهات القادمة، لا تذهبوا بعيدا. شكرا لمتابعتكم ودعمكم وتشجيعاتكم، شكرا لاختياركم لقناتي وثقتكم التي وضعتموها في. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دائما، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة تظل عليكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.